اهلا بكم اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه من برنامجكم كنوز بلدنا. نصحبكم معنا اعزائي المشاهدين في هذه الحلقه الى محافظه سوهاج وبالتحديد من داخل جامعه سوهاج لنرى ونشاهد معا ما هي خدمه المجتمع وتنميه البيئه بشكل عام. ونلتقي بالسيد نائب رئيس الجامعه لخدمه المجتمع وتنميه البيئه حتى نتعرف على هذه الانشطه وهذه المجهودات التي تقوم بها جامعه سوهاج. تابعوا معنا هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، ويسعدنا اللقاء بالدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بكم ومشرفنا دايما في الجامعة، وأهلا وسهلا بكم فن. الله خير. دكتور خالد، يمكن احنا بنتابع مع حضرتك الكثير من الأنشطة، الكثير من الخدمات التي تؤدى من خلال الجامعة ومن خلال نقول نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة في محافظة سوهاج. ادينا يعني فكرة عن هذه الأنشطة وعن هذه الخدمات تقدم من خلال جامعة سوهاج. خليني في البداية أقول إنه الجامعة لها ثلاث أدوار أساسية ورئيسية. دور خاص بالبحث العلمي والدراسات العليا، دور خاص بالطلاب والتدريس للطلاب، والدور الأهم والأقوى اللي هو خاص بتنمية المجتمع والبيئة. القطاع اللي خاص بتنمية المجتمع وخدمة المجتمع وتنمية البيئة هو الواجهة اللي بتطل بها الجامعة على المجتمع الخارجي. ولو كان هذا القطاع في أي جامعة من الجامعات سواء كانت المصرية أو العالمية شغال بشكل قوي، فده دليل على وجود جامعة منارة في المنطقة الموجود فيها، لأنه هذا القطاع يعتبر ترجمة حقيقية وواقعية للقطاعين الآخرين. يعني لا يمكن يكون هناك بحث علمي إلا إذا كان خادم للمجتمع، ونقدر استفيد من مخرجات البحث العلمي في تنمية المجتمع، في حل مشكلات البيئة، في تطوير المؤسسات والمنشآت الموجودة داخل البيئة. أيضا الطالب بعد ما يتم إعداده داخل أروقة الجامعة وفي قاعتها وفي معاملها وفي فصولها، هيروح فين الطالب؟ هينتقل للمجتمع الخارجي، وبالتالي لازم يؤدي خدمة لخدمة هذا المجتمع وحل مشاكل هذا المجتمع. من المنطق ده ومن منطلق ده نقدر نقول أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من القطاعات المتميزة سواء كان داخل الكليات أو داخل الجامعات، وبالتالي هو المنارة اللي بتبص على المجتمع وتقدم حلول للمشكلات الموجودة داخل المجتمع. من هذه الزاوية بدأنا في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة سوهاج. التعرف على المشكلات الموجودة داخل المجتمع السوهاجي أو المجتمع المصري بصفة عامة، ومحاولة تقديم حلول لهذه المشكلات، وأيضا محاولة توظيف البحوث العلمية الموجودة. احنا بقولوا الجامعة ده بيت خبرة من خلال البحث العلمي، فأنا بحاول أستفيد من بيت الخبرة ده في تقديم حلول للمشكلات الموجودة داخل المجتمع، أو حتى تطوير للصناعات الموجودة داخل المجتمع السوهاجي أو المجتمع المصري. القضايا اللي اشتغلنا عليها بشكل قوي داخل هذا القطاع هي قضية محو الأمية وتعليم الكبار، وبالفعل الجامعة خطت خطوات متميزة في هذا المجال، لدرجة أنها في دورات متتالية حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية بين الجامعات المصرية في عدد الأميين اللي تم محو أميتهم داخل محافظة سوهاج، وبرضه مركز ثاني ومركز ثالث وهكذا، بعد ما كانت جامعة سوهاج في المؤخرة في الترتيب 17 ثم 13، ثم انتقلنا للثالث، ثم الأول دورتين متتاليتين، ثم حاليا في المركز الثاني. يعني آخر دورة اللي هي أبريل 23 كانت جامعة سوهاج المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة الأزهر.
بعد جامعه الازهر، يعني معناها ده المركز الاول على الجامعات، لانه جامعه الازهر جامعه واحده على مستوى الجمهوريه فيها اكثر من نقول 500,000 طالب، وفيها حوالي 79 كليه. فده لما تكون يعني جامعه سوهاج عدد الطلاب ونظرا للقطاع لو عملناها مقارنه بين عدد الطلاب وعدد الكليات، هنقول جامعه سوهاج بفضل الله هي في المركز الاول على مستوى الجامعات المصريه في ملف محو الاميه والتعليم الكبار. برضه الجامعه وصلت لهذا المستوى او لهذا المركز في دعم مجموعه من الاجراءات اتبعتها الجامعه في هذا السياق، اجراءات تشجيعيه وتحفيزيه للطلاب، احساس الطلاب طلاب الجامعه، وانا احب اشكرهم في هذا السياق طبعا لانهم هم الاساس، هم اللي قاموا بالمجهود الاكبر، طلاب الكليات الثمان كليات النظريه بالاضافه الى المتطوعين من الكليات العمليه في هذا الموضوع. ايضا من الملفات اللي اشتغلنا عليها بشكل قوي كان الملف الجامعه صديقه البيئه، والملف اللي خاص بالتشجير وتحضر للأخضر، وكل المبادرات الرئاسية اللي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كلها بتصب في الآخر في خدمة المواطن وفي تحويل الحرم الجامعي إلى بنقول عليها جامعة خضراء ومستقبل أخضر وتشجير وهكذا. وده برضه عملنا في شغل كبير جدا في المقر الجديد للجامعة من خلال تشجير أماكن كثيرة داخل الجامعة من خلال زراعة الأسطح. وعلى سبيل المثال لو بصينا نلاقي السطح كلية العلوم كان نموذج للزراعة، وبرضه هنا مدرجات كلية التجارة، وده من خلال مركز التنمية المستدامة داخل الجامعة، ومن خلال الاستعانة بزملائنا وكلاء الكلية لخدمة المجتمع داخل الكليات. وبرضه في هذا السياق عملنا منتدى اسمه منتدى شباب الاستدامة داخل الجامعة، ده تم تشكيله من الطلاب، يعني طالبين من كل كلية من الكليات بالإضافة إلى مدير مركز الاستدامة الدكتور حمدي حسنين، وشكلنا منتدى ده بنعمل تقريبا اجتماع شهري بنناقش فيه كل القضايا المطروحة خاصة بالاستدامة وخاصة بالتشجير والمستقبل الأخضر كما يقال. برضه الجامعة في هذا الملف حصلت على مراكز متميزة على مستوى العالم، فحصلت مرتين على المركز الخامس إفريقيا في مجال الجامعات صديقة البيئة، ومرة على المركز السابع. فده برضه مجهود الزملاء في الجامعة والوكلاء ومركز الاستدامة يشكروا عليه في هذا المجال. أيضا من القضايا المتميزة قضية توعية الطلاب بخطورة المخدرات، ومعنا بيت التطوع طبعا في الجامعة بيقوم بدور متميز جدا في هذا المجال، سواء كان بالندوات التوعوية، كان بأن هم بيتحركوا كفريق بين الطلبة ويوعوهم بالخاص بخطورة المخدرات. وطبعا زي ما حضرتك عارف محافظة سوهاج واخدة مراكز متقدمة في هذا الملف للأسف الشديد يعني، فاحنا بنحاول من خلال الجامعة ان احنا ننمي وعي الشباب بخطورة تعاطي المخدرات والإدمان، برضه من خلال حملات بيساعدنا فيها بيت التطوع داخل الجامعة، سواء كان للموظفين او كان خصوصا طبعا فئه اللي بتتبع القطاع وفئه السيارات والسائقين، فاحنا بنحاول نوعيهم بشكل نقول فيه نوع من الوعي، نوع من عدم القسوة يعني في الوعي. وثم بعد ذلك خصوصا ان بعد ما الدولة اتخذت اجراءاتها في طبقا لقانون العاملين بالدولة، ان اللي هيثبت ان هو بيتعاطى مخدرات هيتم فصله دون رجوع لاي قرارات يعني. تمام. فده يعني من ضمن الامور اللي هي يعني لابد كل العاملين وكل الموظفين وكل الشباب يعي لها ويحفظ يعني قول مكانه ويحافظ على يعني دخل اسرته. تمام، ده اللي احنا بنحاول نعمله من خلال توعيه الموظفين وتوعيه الطلاب وتوعيه اعضاء التدريس وتوعيه العمال داخل الجامعه وخارجها. نعم. بالقانون وبخطوره هذا الامر. وبرضه كنت طلبنا من بيت التطوع ان احنا نعمل حملات، وبالفعل هم رحبوا، نعمل حملات نقول عليها تفتيشيه تفقديه فجائيه.
للموظفين والعمال داخل الجامعة، وإن شاء الله بإذن الله هنتم تنفيذها في القريب العاجل، لأن احنا خلاص بعد ما تنتهي مرحلة التوعية خلاص أنا وعيتك وقلت لك الأمر فيه كذا وكذا وكذا وسيترتب عليه كذا، يبقى بعد كده نبدأ في الإجراء الثاني اللي هو هيكون عبارة عن إجراء فجائي وكشف فجائي على التعاطي الإدمان والمخدرات ومن يثبت أنه بيتعاطى، طبعا يطبق عليه القانون بكل حذافيره وبكل قسوة وشدة. خالد، يمكن نقول كل هذه الأنشطة من مشاركة مجتمعية، من تحقيق الاستدامة، من مشاركة في وضع أو تحديد رؤية مصر 2030 بيساهم بشكل فعال في تنمية قدرات الطالب، في تنمية قدرات الخريج بشكل عام في كل الكليات سواء العملية أو النظرية، حتى أن يكون هناك قدرة لديهم لتأهيلهم لسوق العمل ولتأهيلهم للمشاركة المجتمعية بشكل عام. تمام. خليني أقول لحضرتك برضه في هذا الشأن، يعني كنا ناقشنا في المجلس الأعلى للجامعات إنه يكون موجود عند الطلاب مقرر خاص بخدمة المجتمع. وده الطالب يكون مقرر اجتياز، ولا يمكن الطالب يجتاز هذا المقرر إلا إذا قدم مشروع بحثي خدمي إن أنا عملت كذا وكذا وكذا في خدمة المجتمع بتاعي، يعني ساهمت في محو أمية كذا، ساهمت في ندوات توعوية مثل كذا، ساهمت في تشجير وزراعة كذا، يعني كل الأنشطة الخدمية أو المجتمعية لازم الطالب يكون له دور. وبالتالي يمكن أن احنا نلزم الطالب من خلال مقرر في أو حتى على الأقل جزء من مقرر اللي هو موجود بالفعل اسمه قضايا مجتمعية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، فنحاول نخلي جزء منه مرتبط بخدمة المجتمع، وأنه مش بس الطالب يتلقى دروس أو تعليم داخل الجامعة دون خدمة للمجتمع. فلازم نربط خدمة المجتمع للطالب ده حتى يعني ينمو عنده الإحساس بالمجتمع وبأنه أنه قادر على أنه يخدم المجتمع وأنه يدله أو يحل مشاكله الموجودة. وده يعني في البحث العلمي بنسميه بحث إجرائي. بحث إجرائي يعني مشكلة نبعت من واقع والطالب بيقدم لها حلول. فاحنا بنحاول نخلي ده في سياق تكليف مقرر دراسي يدرسه الطالب، مقرر مش اجتياز فقط لا يضاف للمجموع زي مقرر حقوق الإنسان وهكذا، والمؤسسة اللي أنا هعمل فيها خدمة مجتمعية تديني بعد كده زي شهادة أو إفادة إن أنا عملت ده فيها، بقدمه للجامعة أحصل على المؤهل بتاعي زي مشروع تخرج لكن مرتبط بخدمة المجتمع. ودي فكرة متميزة لو قدرنا نطبقها إن شاء الله على أرض الواقع هتجيب نتائج مفيدة جدا بالنسبة للطلاب. خلينا نقول برضه حضرتك من الملفات اللي اشتغلنا عليها برضه في الفترة اللي فاتت وهنكمل فيها إن شاء الله بإذن الله، ملف قرى حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة. والشغل اللي تم في هذه المبادرة خصوصا على أرض محافظة سوهاج وطبعا على مستوى الجمهورية واضح جدا، وكنا في القريب في على هامش الاجتماع بتاع المجلس الأعلى لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كان تم مؤتمر في جامعة المنصورة مرتبط بمساهمات الجامعات المصرية في مبادرة حياة كريمة، وتقدم لكل الجامعات عملت ايه. بصراحة كان في أنشطة متعددة ومتميزة، منها أنشطة جامعة سوهاج من الأنشطة المتميزة في هذا المجال، سواء كنا شاركنا فيها بندوات توعوية أو بملف محو الأمية أو بالمركز للاستشارات الهندسية في كلية الهندسة. لو بصينا على مركز الاستشارات الهندسية في كل المشروعات الهندسية اللي تمت داخل قرى حياة كريمة في محافظة سوهاج كان لهم دور مؤثر وفعال داخل هذه المحافظة. فالملف طبعا ملف متميز لقطاع خدمة المجتمع، ونتمنى طبعا الاستمرار في هذه المبادرات الرئاسية المتميزة. وده يمكن يعني نقول من الدور الأصيل لجامعة سوهاج في المشاركة المجتمعية سواء في المبادرات الرئاسية أو في تنمية المجتمع المحلي بالتعاون مع المحافظة بالتعاون مع الوزارات المختلفة في الكثير من المشروعات في الكثير من
يعني معظم نقول الساده مستشاري السيد المحافظ ومحافظ السوهاج من الساده الاعضاء هيئه التدريس بجامعه السوهاج في مختلف الكليات، كل تخصص لما يحتاجه من استشارات ومن تقديم المعونه والاستشاره للمحافظه في تنفيذ مشروعاتها وفي تحقيق التنميه المستدامه. تمام، ودي نقطه مضيئه جدا بصراحه في المحافظه، ان يكون في علاقه توأمه، علاقه توافق بين المحافظه والجامعه. ولو دي لما تظهر في محافظه من المحافظات هذه العلاقه بتبقى لها مردود ولها نتائج ايجابيه على ارض الواقع. طالما في توافق بين الجامعه وبين المحافظه يبقى في بيت خبره اللي هو الجامعه هستفيد منه في الخدمات الموجوده داخل المحافظه بتاعتي، وده بالفعل موجود على ارض محافظه السوهاج وبيتمثل على سبيل المثال في الخبراء والاستشاريين الموجودين لسعاده المحافظ من خلال الجامعه في كل القطاعات، يعني في قطاع التعليم، في قطاع الهندسه، في قطاع الطب، في قطاع كذا، كل المجالس الاستشاريه الموجوده داخل المحافظه بتبص تلاقي الجامعه ممثله بقوه في هذه المجالس، وده بينعكس طبعا بالايجاب على كل المشاريع اللي بتتم داخل المحافظه. عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة أو لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، ما هي رؤيتكم خلال المرحلة القادمة وإحنا يعني مقبلين بعد يعني فترة وجيزة على استعدادات الجامعة لاستقبال عام دراسي جديد، من تجهيز مباني خاصة بالمدن الجامعية، من إعداد خطط للعام الدراسي القادم، كل ذلك، فما هي رؤيتكم بصفة عامة لكل هذه الموضوعات؟ برضه خلينا اقول قبل الرؤيه المستقبليه ان احنا في ملف اشتغلنا عليه كويس جدا برضه في القطاع، وهو الملف خاص بابنائنا ذوي الاعاقه او نقول عليهم ذوي الهمم. في جامعه سوهاج عندنا ولله الحمد مركزين متميزين في ده، مركز نور البصيره، المركز ده منشا من فتره من 2006 وبيقدم خدمات متميزة جدا للطلاب ذوي الإعاقة، وتم استحداث مركز آخر، مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، فالمركزين متكاملين معا لتقديم خدمة متميزة لهؤلاء الطلاب سواء على المستوى الدراسي أو على المستوى التعليمي أو على المستوى الخدمي. ودي طبعا برضه نابع من المبادرات الرئيسية المتميزة اللي حست على الاهتمام بذوي الهمم. الأنشطة المستقبلية إن شاء الله نأمل أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يظهر بشكل أقوى داخل المجتمع السوهاجي والمجتمع المصري، يشارك في كل الأنشطة اللي موجودة داخل المحافظة، يقترح حلول للمشكلات الموجودة داخل المحافظة سواء كانت مشكلات اقتصادية أو تعليمية أو سياسية أو خاصة بمحو الأمية والتعليم الكبار، كل المشكلات الخدمية الموجودة على أرض الواقع القطاع يقدم لها خدمات من خلال التعاون مع القطاعين الآخرين، قطاع البحث العلمي وقطاع شؤون التعليم والطلاب. نهتم أكثر نحن نقول بالنسبة لملف محو الأمية والتعليم الكبار تجاوزنا مرحلة التعليم الهجائي الالف والباء، حاليا نحن بنتكلم عن محو الاميه الكمبيوتريه، وده بالفعل وضعت لي خطه على مدار العام القادم ان شاء الله باذن الله هنقدر ننفذها من خلال الجامعه، سواء كنا هنجيب الاميين الكمبيوتريين او التكنولوجيين داخل الجامعه من خلال الورش والمعامل التدريبيه داخل الجامعه، او هتطلع الفرق الخبره من خلال الجامعه للقرى والمراكز المجاوره او المراكز داخل محافظه سوهاج. بنحاول من خلال الجزئيه دي ان احنا نعمل محو اميه تكنولوجيه للمواطنين، لانه خلاص اصبحت التكنولوجيا في كل شيء، دخلت في كل مناحي الحياه، وبالتالي لازم نعلم ابنائنا او اهالينا عموما اشياء حتى لو بسيطه مرتبطه بالتكنولوجيا وكيفيه استخدامها، وعايزين نركز بشكل اكبر على كيفيه الاستفاده منها وتفادي مساوئها او عيوبها، ازاي استخدم الجهاز اللي معايا اللي في ايدي ده سواء كان كمبيوتر او كان لاب او كان تليفون او كذا استخدام ايجابي
وازاي ابعد عن استخدامه السلبي اللي ممكن يضرني سواء على المستوى الشخصي او حتى على المستوى المحلي او الوطني. فده ملف يعني بنحاول ان شاء الله نشتغل عليه بشكل اكثر جديه. بنحاول ان شاء الله زي ما حضرتك عارف المقر الجديد للجامعه في شغل كتير محتاج تخضير، محتاج تشجير، محتاج ان احنا نحوله من مجرد صحراء فيها رمال وزلط وكذا الى مكان أخضر، مكان جاذب للطلاب والعمال والموظفين وهكذا. فبنحاول نشتغل على هذه الملفات وإن شاء الله الله الموفق يعني. بإذن الله. إن شاء الله. دكتور خالد، يعني نقول المشاركة المجتمعية، تنمية المجتمع وخدمة البيئة والأنشطة الصيفية، يعني ما هو استغلالكم لأبنائكم الطلاب في قضاء فترة العطلة الصيفية في اللي هم الطلاب القدامى الموجودين بالانتقال من الفرقة الثانية الثالثة الرابعة الموجودين؟ تمام، يعني بنعمل من خلال القطاع والتعاون مع الكليات وبخاصة كلية التربية الرياضية وكلية التمريض مجموعة من المعسكرات داخل الجامعة لتدريب الطلاب على الخدمات المجتمعية وإزاي يقدم الخدمة دي داخل الجامعة، زي مثلا دهانات الأسوار وخصوصا كمان كلية التربية النوعية، الرسوم على الجدران، إزاي نطلع من داخل الجامعة إلى الخارج ونشارك من المحافظة معانا في الأشياء اللي بتعملها المحافظة سواء داخل المحافظة نفسها أو داخل قرى حياة كريمة الموجودة داخل المحافظة. فنعمل أنشطة صيفية، معسكرات للطلاب بيتدرب الطالب من خلالها زي معسكرات الجواله كده اللي بتتم اثناء الدراسه، بس بنحاول نعملها على اساس تدريب صيفي. الطالب ما عندوش حاجه دلوقتي الا مذاكره ولا امتحانات، فبدل ما ينصرف او يصرف الوقت بتاعه في امور قد تعود عليه بالسلب، فاحنا بنحاول نوظف القدرات بتاعته ونستغلها في امور ايجابيه. وده جنب الى جنب مع القوافل الطبيه، مع القوافل البيطريه، ومع الدور المهم ايضا لتنميه القرى بتاعتنا والحفاظ على الثروة الحيوانية والوصول للقرى المحرومة من بعض الخدمات الصحية أيضا. تمام، بالنسبة برضه الملف القرى حضرتك فكرتني به، ملف القوافل الطبية سواء كانت البشرية أو البيطرية أو الزراعية أو التمريضية. احنا عملنا مخطط شامل للعام القادم اللي هو 23-24 للقرى من سماء القرى القوافل التنموية الشاملة، بتشمل قوافل طب بشري وبيطري وزراعة وتمريض. بنحاول نطلع القافلة شاملة للخمس تخصصات دول بحيث لما نروح القرية نغطي كل اللي مطلوب داخل القرية سواء كان خاص بالجانب الزراعي. احنا عارفين طبعا المجتمع زراعي، ففي استفسارات واستشارات كثيره جدا من المزارعين، فبنحاول زميل او زملاء من كليه الزراعه يردوا على هذه الاستفسارات ويقدموا خدمات. وده بالفعل حضرتك من فتره كده عملنا ندوتين داخل كليه الزراعه، احداهم خاصه بالمحاصيل واخرى خاصه بالاغنام، وكان موجود معانا داخل القاعه نفسها المزارعين، وكان لهم مطلب ان احنا مش هنقدر مع كل ندوه نجيكم هنسيب عملنا ونيجي، فاحنا قلنا لهم لا احنا اللي نروح لغايه عندكم من خلال قوافل تشوف الارض، تشوف الزرع على ارض الواقع وتشوف الاغنام وتشوف كذا وتديكم النصيحه او الاستشاره المجانيه. برضه القوافل الطبيه يمكن كل اسبوع او اقل بنعمل قافله طبيه بشريه لقرى سواء قرى حياة كريمة أو غيرها، كل القرى الموجودة داخل محافظة سوهاج بنغطيها. القوافل البيطرية لسه النهاردة قافلة بيطرية اتحركت، وكانت أول امبارح قافلة بيطرية أخرى لبرضه قرى محافظة سوهاج. وخلوه لحضرتك المخطط المعمول لمدة سنة كاملة على الأقل في كل شهر قافلتين شاملتين بالإضافة للقوافل الفردية، شاملة يعني فيها الخمس تخصصات بالإضافة للقوافل الفردية، ممكن تطلع بيطري بس أو تطلع زراعي بس أو تطلع بشري بس وهكذا. فده في شغل كبير جدا، ونأمل إن شاء الله على منتصف العام القادم نسجل مع حضرتك ونعرض النتائج اللي احنا وصلنا لها من خلال هذه القوافل كانت شكلها إيه. احنا في نهاية لقائنا بنشكر الأستاذ الدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم واهلا وسهلا بكم في اي وقت، وشاكر جدا هذه التغطية وربنا يتقبل ان شاء الله.
أعزائي المشاهدين، وبهذه الكلمات المهمة التي تدعم عمل جامع السوهاج جنبا إلى جنب مع محافظ السوهاج ومع المجتمع السوهاجي في كافة المجالات وكافة الأنشطة لخدمة المجتمع وتنمية قدرات ومواهب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل. نشكركم على وعد منا بحلقات أخرى وبرنامجكم كنوز بلدنا.